Have you ever had a problem when you're translating everything in your head from your language into English? هل كان عندكم مشاكل انكم تكونوا عم بتترجموا كل شيء من لغتكم الام للغه الانجليزيه, يعني تكونوا عم بتفكروا باللغه العربيه؟ If your answer was yes, I'm gonna share in this video some tips that might help you to think in English. كيف انا ممكن بلش صير فكر باللغه الانجليزيه, مش صير ترجم باللغة الإنجليزية؟ أول شيء لازم نعمله هو أنه نحنا كل شيء منشوفه قدامنا لازم نسميه باللغة الإنجليزية. مثلا في جبل بوجه دغري, a mountain, ما بسميه باللغة العربية لترجمه للغة الإنجليزية, لا, فكر فيه دغري باللغة الإنجليزية. سيارة, car, نفس الشيء, لأنه نحنا من صغرنا لما كنا بعدنا بالمدارس مثلا بيجيبوا هيدا, اذا بدكم الدفتر بيقولوا لكم دفتر, نوتبوك او نوتبوك بمعنى دفتر, يعني نوعا ما عم بيترجموا لكم من لغتكم الام للغه الانجليزيه, مش عم بيخلوكم انتم تفكروا باللغه الانجليزيه. tip number 2, start talking to yourself in English. بلشوا احكوا مع حالكم باللغه الانجليزيه. هلا ممكن الاشخاص تفكركم مجانين اذا هلا مثلي ماشيين بالشارع وعم تحكوا تليفون, ولكن عن جد believe me this is a life changer. بمعنى ما بعرف, هيك أنا أحيانا كتير بصير أعمل سيناريو براسي باللغة الإنجليزية, بصير أسأل حالي وجاوب حالي مثلا كيف كان نهارك باللغة الإنجليزية. هيدا الشيء كتير بيساعد إنكم أنتوا تكونوا عم بتفكروا أيضا وتكونوا أيضا عم تبلشوا تحكوا اللغة الإنجليزية. Start using English as an instrument to reach your goals. بمعنى إذا أنتوا كنتوا مثلا عندكم هيك شغف, إذا كنتوا بنات مثلاً للميك اب فوتوا احضروا ميك اب توتوريالز باللغة الإنجليزية, إذا كنتوا شباب كان عندكم شغف أنتوا بالفوتبول فوتوا احضروا يمكن فوتبول باللغة الإنجليزية. يعني كل حدا شو هو عنده شغف بمحل معين وين هو بيهتم يتابع هذا الشيء باللغة الإنجليزية. Switch one of your daily routines into English. كمان إذا مثلاً أنا شخص يومياً بيعمل سبورت بالبيت, أيضاً بصير أحضر مثلاً يوتيوب فيديوز باللغة الإنجليزية عن السبورتس, أو إذا أنا كنت شخص بيعمل يوغا أيضاً بصير يحضر يمكن فيديوز عن اليوغا باللغة الإنجليزية. Talk in English دايماً هيدي بقولها, احكوا باللغة الإنجليزية. إذا أنتوا شخص بحب التصوير start blogging, بلشوا أنتوا عملوا قناة باليوتيوب, حي الله شيء أنتوا وين بتلاقوا حالكم تقدروا تعطوا فيه عملوا بلشوا أحكوا باللغة الإنجليزية, حتى لو بلشوا تحكوا غلط, ما هو الغلط هو يلي بيخليكم فعلا تتعلموا. في بعض tips بس ما بقي ساعة هذا الفيديو, sorry.